السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدو واحد الشهيوة تاني سهلة وبسيطة كيف ما عودتكم دائما السهل والبسيط، ولكن لذيذ طبعا في نفس الوقت. هاد الوصفة هي أجنحة الدجاج في الفرن. هاد الأجنحة ديال الدجاج لمني كنغسلو الدجاج وكنصيبوه كنزولو ليهم هاد الأجنحة، ممكن كنديروهم في شوربات ولا كنديروهم في الشعريه مبخره بالليل، رويزات بمطيشه، يعني في بزاف الحوايج كنديروهم. كاين سيدات اللي كيرميوهم، انا ما ترميهمش لانهم نعمه من عند الله حتى هما. غادي نحتاجو اجنحه الدجاج تكون مغسوله ومنقيه حتى هي على حساب عدد اشخاص. شحال في الدار وشحال نتيجه مع السيده، شحال عندها؟ مع هاد الأجنحة غنحتاجو صوص صوجة، خل حامض، زيت المائدة، غنحتاجو شوية ديال البزار مع الكمون والملح، شوية ديال الهريسة الحارة، ديك التحميرة الحارة اليابسة، وشوية ديال الهريسة. غنحتاجو معاهم سكنجبير طري محكوك للسيدة اللي ما عندهاش ما متوفرش، تعوضو بسكنجبير العادي ديالنا اللي كنطيبو به طيبنا. وفي الاعشاب العطريه غادي نحتاجو الازير والريح والحبق. انا هنايا درتهم طريين لانهم ما عندي مغروسين، ها هما طريين. اللي ما عندهاش ممكن تستعملهم يابسين، واللي ما عندهاش هاد الاعشاب يعني الحباق والازير ممكن تعوضهم بالزعتر بالزعتره، ولا دوك الاعشاب العطريه دوك لي زيرب بروفانس اللي كيباعوا في المحلات التجاريه حتى هما يقضيو هاد الغرض. دابا غندوزو للطريقه. التحضير. المهم غادي نديرو هذيك العطريات كاملين اللي ذكرت. هنا درت الهريسه مع هاد مع الفلفله حمراء تحميره، الملحه، البزار، الكمون، سكينجبير طري محكوك، صوص صوجة. صوص صوجة تقريبا واحد جوج معالق كبار حتى لثلاثة، هي اللي كتعطي واحد البنة زوينة. شوية ديال الخل ديال الحامض، شويه ديال زيت المائده، وهاد هاد الازير انا غادي نديره هكايا. اللي بغات تقطعوه تقطعوه، انا غادي نديرها بيدي. دابا غنديرو الحبق، نحاولو نديروه بيدينا هكا باش تخرج النسمة ديالو. دابا غادي نخلط هاد المكونات كلها في هاد الأجنحة. ندخلهم فيهم كاملين، انا غنشرملهم كاملين حتى نكمل هاد الجنيوحات اللي عندي. الدجاج الاجنحه ديالنا ديال الدجاج بعد ما رقدتها خليتها جوج سوايع وهي كترقد، كل ما بقات ترقدات كل ما مزيان كيشربوا دوك الاجنحه كيشربوا هذيك القامه والعطريه اللي درنا. دابا غادي ندخلها للفران يطيبوا، ما نديروا لا ما لا والو غير داك صوص صوجه والحامض وزيت المائده كافيين. راهو ما شفتوا
ما درنا لا ما لا والو، وهما طالقين هذيك لاصوص فيها فاش غيطيبو. ندخلوهم يطيبو، راه ما ياخدوش الوقت بزاف، نخليهم حتى يتحمروا مزيان ونخرجوهم ونقدموهم بالصحة والراحة. ها هي الأجنحة ديالنا مني خرجت من الفران، كتجي على هذا الشكل. الريحة ديال الحبق مع الأزير عطي واحد الريحة زوينة، وشوفوا كيتقرمل، وكتجي القشرة كما كتسمعوا كتقرمش. نتمنى يعجبكم هذا الطبق وتجربوه، لانه فعلا ساهل واقتصادي بزاف، ما فيهش شي حاجه اللي مكونات اللي ما كايناش في الدار. ما تنساوش ديروا بارطاج الوصفه ولايك للفيديو، واشتركوا بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. شهيه طيبه، والى وصفه قادمه بحول الله.